هاي يا بنات، فيديو جديد من حلقات دردشة بنات. النهاردة هنتكلم ازاي نحول الفشل لنجاح. اول حاجة عايزاكي تعرفيها واللي انا اتعلمتها متأخر على السن كبير، ان الفشل هو سلالم النجاح. يعني اي فشل يحصل في حياتك تقبليه، بس نحاول نعدله ونصلحه عشان نحوله لنجاح. فاعرفي ان انت كل ما بتفشلي كل ما بيكون عندك سلمة تطلعي عليها تجاه النجاح بتاعتك. فما تزعليش خالص لما تفشلي، ان ده عادي، جزء من سلسلة الحياة او جزء من سلسلة النجاح. عشان توصلي للقمة، عشان تصعدي، لازم يكون في صعوبات في النص، لازم يكون في شوية فشل، عشان ده اللي بتتعلمي منه. النجاح مش هو اللي بيعلمك، الفشل هو اللي بيعلمك. ازاي نحول الفشل في حياتنا لنجاح؟ اول حاجة لازم تتقبلي الفشل وتعرفي ايه سبب الفشل. يعني اي مشكلة تقابلك وتفشلي فيها، اقعدي مع نفسك، هدي نفسك اولا. يعني ما تتعصبيش او ما تتضايقيش او ما تعيطيش، هدي نفسك اولا وقعدي اتكلمي مع نفسك، انا ليه فشلت في التجربة دي او في الحاجة اللي انا عملتها دي. ممكن تجيبي ورقة وقلم وتكتبي، او ممكن تقعدي تفكري مع نفسك. هتحتاجي تقعدي كتير مع نفسك، ومحتاجة ان انت تقعدي مع نفسك كتير وتتعلمي من نفسك، عشان تقعدي تتكلمي مع نفسك وتتعلمي من اخطائك. فلازم نقعد نحلل كل حاجة عملناها وصلتنا للمرحلة دي، ولازم نستنتج في النهاية ان احنا مش هنستسلم عن تحقيق احلامنا واللي هي الوصول للنجاح. فأي فشل في حياتك اعرف ان هو استيب، خطوة للأمام، هيساعدك ان انت تقومي. بس المشكلة ان البنات اللي بتحس بالفشل، في بنات بتحبط، في بنات بتعيط، في بنات بتستسلم، ودي اصعب حاجة، ودي الحاجة اللي انا جاية اتكلم عليها النهاردة. ابدا ما تستسلمي، ابدا ما تستسلميش، مهما كان عدد محاولات الفشل اللي فشلتيها كملي، هتوصلي في الاخر. واعرفي ان انت كل ما بتفشلي كل ما بتقربي للنجاح اكتر. عندك توماس اديسون المخترع المصباح الكهربي، فشل 5000 مرة وكل مرة يفشل يقول انا اكتشفت طريقة لعدم عمل المصباح الكهربي، لغاية في الاخر ما وصل وعمل فعلا، اخترع المصباح الكهربي. ما يأس، ما استسلمش. فانت كمان النهاردة، اي حد من المتابعين الحلوين اللي اتفرج على حلقات سلسلة بنات كلها، الحلقات كلها يا جماعة هتفيدكم. انصحكم بشدة تتفرجوا على حلقات دردشة بنات وتشيروها ما بين اصحاب كل بنات، عشان نشجع بعض كلنا. انا كانت نيتي في حلقات دردشة بنات ان انا جاي احكي لكم عن تجربتي، الحاجات اللي انا مريت بيها، فشل وعياط ودبريشن واكتئاب وفترات زعل وفترات كانت صعبة مرت عليا في حياتي. عشان كده انا عملت دردشة بنات، عشان انا جاية اساعد البنات عشان يتفادوا او يقللوا من نسبة الخطأ او المشاكل اللي حصلت في حياتي، فهي يتفادوها في حياتهم ما يعملوهاش. بالعكس، انا جاية اوصل لكم الخلاصة، او جاية اقول لكم ايه اللي تعملوه وتتفادوا المشاكل، تتفادوا الوقعات. حتى لو حصلت مشاكل في حياتكم، انا جاية اقول لكم ازاي تحلوها وازاي تتفادوها، ازاي حتى تتخطوها. انا من الاشخاص اللي مرت حياتي فعلا كانت صعبة، مرت مراحل قاسية جدا في حياتي. يعني جالي اكتئاب، كنت بفكر في افكار شريرة، يعني كنت زهقت من حياتي. فكان انا قعدت مع نفسي، قلت مع نفسي ايه انت عايزة ايه من حياتك؟ عايزة تفضلي على المسار ده، فشل واحباط وعياط ونكد واكتئاب، ولا انت عايزة تقومي بنفسك وتنهضي وتحققي احلامك؟ لان انا من الاشخاص الطموحة جدا، اللي عندي احلام كبيرة جدا واصلة فوق للسماء. كان عندي خطين، لإما أكمل في الفشل أو أستسلم للاكتئاب، أو إن أنا أقوم وأشجع نفسي. ومحدش هيشجعك، أعرفي إن أنت في عز فترات ضعفك وقوتك هتلاقي كل الناس يعني عطياكي ظهرهم، او مش واخدين بالهم، او عاملين مش واخدين بالهم. ولو حتى جالك وقالك معلش معلش، مش هتعالج لك مشكلتك، انت اللي هتعالجي مشكلتك بنفسك، وانت اللي هتقومي نفسك بنفسك. فما تستسلميش للحزن او مؤثرات الفشل اللي حواليكي، سواء نقد سلبي من الناس اللي حواليكي، سواء احساسك بنفسك ان انت فاشله، سواء ان انت حاسه ان انت مش قادره تحققي احلامك وعايزه تستسلمي، او حتى لو السبب حتى شكل عاطفي او حاجات عاطفيه. لان ممكن الفشل ممكن يكون يعني على كذا شكل، سواء في الشغل، سواء في حياتك العاطفيه، سواء في حياتك العمليه، حتى في الشغل وفي المذاكره في الدراسه. فاي فشل
يحصل لك امسكي فيه ويحوليه لنجاح. امسكي اقعدي مع نفسك كده واتكلمي، قولي انا عايزه ايه، انا ازاي احول الفشل ده لنجاح، ازاي الفشل ده بعد كده افتخر بيه واقول ان انا بعد ما حققت احلامي انا كان عندي خطوه فشل في حياتي، ويبقى الفشل ده يعني حاجه اصلا انت تحكي بيها وتفتخري ان انت عديتي مرحله الفشل دي ووصلتي للقمه والنجاح. فشوفي الفشل اللي انت فيه، سواء عاطفي سواء فكري سواء اجتماعي سواء عملي سواء حتى مادي، اعرفي كده اقعدي مع نفسك رتبيه، قولي ايه سبب اللي وصلني لحالة الفشل اللي انا فيها، وحاولي تتفادي تكرار الخطأ اللي انت عملتيه وصلك للمشكلة دي. مرة في مرة مرة في مرة هتوصلي وتوصلي للنجاح وتفتخري بنفسك ان انت فعلا ما استسلمتي. ده بالعكس زي ما قلنا الفشل هو سلالم النجاح، فكان كل ما عندك فشل اكتر كل ما عندك سلالم اكتر تطلعي فوق اكتر. اهم حاجة ما تستسلميش، اهم حاجة ما تسمعيش للنقد السلبي اللي حواليكي، لان وقت الفشل هتلاقي ناس كتير عمالة تنصح عمال على بطال بدون حتى حق او بدون وجه حق، كل واحد يجي يقولك رأيه وانت غلطتي وانت عملتي. تسمعيش لحد، انت اسمعي لنفسك، اقعدي مع نفسك، صفي ذهنك، قولي ايه اللي انا عملته خطأ وايه اللي انا صح اللي انا عملته ومصممة عليه، وايه اللي مفروض اعدله في خطتي عشان اوصل للنجاح. حتى لو انت فشلتي وحسيتي بالاحباط والاكتئاب والنكد، خدي فترتك. يعني انا من الاشخاص ان قعدت مثلا فترة كده مكتئبة جدا في حياتي، بس انا كنت عارفه ان انا هقوم وهقف على رجلي وحقق احلامي، ما استسلمتش. بس بيجي فتره كده بتحسي ان انت ضعيفه، مش قادره حتى تاخدي يعني تقومي من السرير. عادي، خدي فترتك، نامي، عيطي، اقعدي مع نفسك. يعني انا من الاشخاص لما بحس باكتئاب يعني بنام اكتر وبقفل على نفسي الاوضه وبقعد مع نفسي كده في الصومعه بتاعتي، بهدي نفسي بهدي اعصابي واقعد افكر مع نفسي كتير، طيب ازاي احل المشكله اللي انا فيها، ازاي اطلع من المشكله دي بنجاح. وبالعكس اقول لكل اللي حواليا اللي خذل لي او وجه لي نقد سلبي او قاعد ينصح وخلاص، اقول له شفتوا انا وصلت وحققت اللي انا عايزاه. بس المساله كلها مساله وقت، مساله تعليم، ان الفشل ده مش وصمه عار او حاجه ان انت تحسي ان انت خايفه منها او تخبيها، لا عادي كلنا بنفشل، كلنا بيبقى عندنا مراحل في الحياه بنحس فيها ان احنا ضعاف، فشله، مش عارفين نحقق نفسنا، ضايعين، مش عارفين نروح فين ونيجي منين. دي مرحله من مراحل الحياه، فانت طبيعيه. فاي حد هيجي وقت الفشل بتاعك او وقت الوقوع بتاعك او وقت ما تحسي ان انت محبطه ويجي يقعد يزن حوالين دماغك ويجيبك ارض تاني بدل ما ياخدك ويرفع بنفسيتك فوق، اعرفي ان الاشخاص دي وجودها في حياتك سم ضرر، ابعدي عنهم. وبالعكس هيكون درس ليك تتعلمي، لان وقت ما تكبري وتعلي مشكلتك تتعالج هتعرفي ان الاشخاص دي ضررتك وقت ما انت كنت ضعيفة. فالاشخاص دول مش اصحاب، الاشخاص دول ما ينفعش يكونوا في حياتك. بالعكس وقت دي هتلاقي فيه ناس قليلة جدا هي اللي هتقف جنبك وتقولك ان عادي اقفي كملي انت قادرة شاطرة، الفشل ده عادي، ده جزء من العملية، مرحلة من مراحل الحياة، هتزقك هتجيبك لقدام. فعرفي ان الناس دي فعلا ناس جوهرها حلو وتقدري تخليهم حوالين حياتك وتبعدي عن الناس التانيين. عايزة اقول لكم يا جماعة انا في عز ما كنت في فترات اكتئابي، وفي عز ما كنت حاسة ان انا فشل ذريع، ما كنتش عارفة انجح في اي حاجة في حياتي، بعدها وقفت الوقفة اللي جابتني فوق. انت كمان تقدري تعملي كده، وقت ما تقعي اعرفي ان انت لازم تقفي، لازم تقوي، لازم تحققي نفسك، ما تستسلميش ابدا، تستسلميش لكلام، تستسلميش لافعال ناس وبصات وحركات، تستسلميش ابدا. اعرفي ان الفشل ده هتاخديه وتحوليه لنجاح، واللي كانوا بيضحكوا عليكي انت هتضحكي عليهم، او حتى لو ما فيش حد بيضحك عليكي او ما فيش حد حواليكي، بس انت بتثبتي لنفسك، لان فتره الوقوع او الفتره اللي بتحسي فيها بطاقه سلبيه ساعات بتحسي نفسك ضدك. فركزي جدا في الموضوع ده، اوعي تخلي نفسك في مرحلة من مراحل الحياة ضدك، او اوعي تكرهي نفسك في نفسك، دايما حبي نفسك، دايما فهمي نفسك ان ده عادي، ان كل الناس بتغلط، كل الناس بيبقى عندها مشكلة، كل الناس بيبقى عندها فشل. فلازم توجهي لنفسك كلام ايجابي ترفعي من نفسك، اوعي تاخدي حالتك النفسية اللي تحت، حالتك النفسية اوريدي وقع، احنا عايزين نرفعها لفوق وعشان تساعدنا ان احنا نحقق احلامنا واهدافنا.
اعرفي ان اي كلام بتوجهيه لعقلك ده اللي بتحقق، لان عقلك ما بيفهمش ما بين الخيال والحقيقه. فانت طول ما انت بتوجهي لنفسك كلام ايجابي، وان انت بتقولي انا ناجحه، انا هقدر احقق، انا مش هستسلم للياس والاحباط والحاله السلبيه اللي انا فيها، انا هقوى وهكبر وهحقق نفسي وهنجح واحس بالسعاده والفرحه، عقلك سبحان الله هياخد كده جسمك ويقومه تاني ويساعدك ان انت تقومي من السرير، تقومي من حاله النكد اللي انت فيها، تقومي من الفشل اللي انت فيه عشان تكملي طريقك وتصعدي للنجاح. فانتوا لو مريتوا بفترات فشل فده حاجه عاديه، اكتبوا لي في الكومنتات ايه كانت اسوأ حاجه حصلت في حياتكم وعملتوا ايه، فعلا خدتكم حالتكم النفسيه وقعت وما قدرتوش تتخطوا المرحله، ولا قدرتوا فعلا تتخطوا المرحله وتحولوا الفشل ده لنجاح. اعرفي ان الفشل هو دروس الحياه دي اللي انت بتتعلمي منه، الفشل هو الدرس اللي بنتعلم منه عشان ما نعملوش، عشان نكمل في طريق النجاح. فتقبلي الفشل كجزء من مراحل الحياة، مرحلة من مراحل الحياة، حاجة عادية جدا تتعاملي معاها عادي. ولو حسيتي في فترة من الفترات ان انت فعلا نفسيتك واقعة قوي ومش قادرة تكملي، اعرفي ان الفترة دي هتاخد وقتها وبعد كده هتقومي بنشاط وعزيمة عشان تحققي نفسك. واعرفي ان مش انت بس اللي بتتعرضي للفشل، مش انت بس اللي بتعيشي حالة سلبية، مش انت بس اللي حالتك النفسية من فترة لفترة بتتأثر، احنا بني آدمين كلنا بنعدي من المراحل دي، وده حاجة طبيعية جدا وجزء من مراحل الحياة. فأي حد هيجي يقولك كلام غير ده اعرفي ان هو كذاب، وهو اساسا ما بيحبكيش وعايزك يزود عليك الحالة السلبية اكتر. انا وقت ما كنت في عز ازمتي النفسيه ما كانش في حد جنبي، ما فيش حد ساعدني، انا اللي قمت بنفسي، انا اللي حققت نفسي، انا اللي شلت كل الزعل والحزن من نفسي لغايه ما رسمت الفرحه والسعاده من جوه قلبي على بقي على وشي على كل حاجه في حياتي. انا اللي قررت ان احول الفشل لنجاح، وانت كمان تقدري تحولي اي فشل في حياتك لنجاح. واعرفي ان اي قرصه بتقرصيها في حياتك او اي فشل تحسيه في حياتك او اي احباط بتجربيه في حياتك، ان ده استغليه كفرصة كحافز ان انت تقومي نفسك وتحققي نفسك. اي نقد سلبي، اي كلمة سلبية توجهت لك، اعرفي ان انت تقدري تحولي او تثبتي للناس دي ان كلامها كان غلط. قومي واقوي وقفي بنفسك وحققي نفسك وعرفي غلطك فيه وتفاديه، عادي كملي وهتقعي تاني وهيحصل مشاكل تاني وهيحصل فشل تاني، كملي 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 لغاية ما توصلي وتحققي نفسك وتثبتي كل اللي حواليكي ان هم كانوا غلطانين، وان تثبتي حتى لنفسك ان اي فشل انت حسيتيه ممكن تحوليه لنجاح. المهم اوعي تستسلمي، اوعي تخلي الاحساس بالفشل ياخدك تحت، دايما اعرفي ان انت قادرة تحولي اي فشل لنجاح، قادرة تقومي نفسك بنفسك. بل بالعكس، خدي الفشل، خدي الاحساس بالاحباط ده كحافز ان انت يقومك. دايما هيجينا فترة كده هنقع فيها ونحس بالاحباط ده، عادي هتاخد فترة، هتاخد يوم اتنين تلاتة اسبوع بالكتير، بس ما تاخدهاش تاخد من وقتك اكتر من كده. خدي الحاجات الفشل والاحباط والاحساس بالطاقة السلبية ده كله كحافز كوقود ليكي عشان تكملي وتوصلي للي انتي بتحلمي بيه. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو فعلا عجبكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتكتبوا لي كومنتات ايه اكتر كانت مرحلة صعبة في حياتكم وازاي تعدتوها وازاي تخطيتوا الحالة دي. ولو فعلا في مرحلة من مراحل الحياة اثرت عليكم وسابت اثر اكتبوا لي برضو. ولو حابين تتكلموا معايا فيديو كول هتلاقيني سايبه لكم لينك على الانستجرام، تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول وتابعوا استورياتي على الانستجرام. ده بنزل لكم يوميات حياة صحية، بعمل ايه في حياتي الصحية على الستوري بتاعت الانستجرام. متنسوش تشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم البنات عشان كلنا نستفيد من بعض، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.